اللعيبة في كرة القدم بتغيب عن المباريات دايما لأسباب كتير، لاعب محتاج راحة بعد فترة طويلة من الإجهاد والماتشات، أو لاعب بيمر بظروف أسرية أو شخصية سواء سعيدة أو حزينة، أو بطبيعة الحال لاعب بتجيله إصابة بتبعده عن المباريات. لكن لاعب نادي لايبزيج ويلي أوربان قرر بإرادته أنه يغيب عن لقاء القمة المرتقب بين لايبزيج ويونيون برلين يوم السبت اللي جاي لسبب إنساني جميل، وهو إنقاذ حياة مريض سرطان. ويلي أوربان هيتبرع بالخلايا الجذعية الخاصة بيه، وده بعد اكتشاف إنها هتساعد أحد المرضى وتنقذ حياته. المدافع صاحب 30 سنة كان حط اسمه في السجل الوطني الألماني للمتبرعين بالخلايا الجذعية ونخاع العظام على مدار 6 سنين، ومؤخراً تم اكتشاف مطابقته لمريض بسرطان الدم، وعشان كده قرر انه يغيب عن مباراة القمة اللي جاية يوم السبت مع صاحب المركز الثاني يونيون برلين في مقابل انقاذ حياة شخص، لان دايما حياة الانسان اهم. اوربان غايب عن التدريبات من يوم الاحد عشان بيتم تجهيزه للعملية، وقال انه عاوز يتبرع في اسرع وقت لانه عنده الفرصة انه ينقذ حياة شخص تاني بمجهود قليل. عشان كده مفيش مجال للتفكير، وانه بس بيأمل ان تبرعه يساعد المريض انه يتعافى من مرضه. اللاعب المجري قال جملة ممكن تتخلد في تاريخ الرياضة، قال انه اكيد هيغيب عن مباراة مهمة تقدر تصعد بفريقه للمركز الثاني في الدوري الالماني، لكن كل الطموحات الرياضية الخاصة بيه كلاعب ليها اهمية ثانوية قصاد انقاذ حياة انسان.